بدو الزكي من مواليد سيد قاسم سنة 1959، هو كحارس مرمى مغربي سابق أصبح مدربا للمنتخب المغربي من 2004 إلى 2005، ثم من 2 ماي 2014 إلى غاية 10 فبراير 2006. اشتهر الزاكي بتدخلاته الرائعة ومرونته الفائقة، بدأ في إظهار خبراته ومهاراته مع نادي الوداد البيضاوي، وفي سنة 1979 أصبح حارسا للمنتخب الوطني الذي شارك معه في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 1980 بنيجيريا وفاز بالميدالية البرونزية. أحسن تجربة في تاريخه الرياضي الحافل مع جيل 1986 في كأس العالم، عندما أبان عن علو كعبه في حراسة المرمى، ولم يدخل مرماه إلا هدفان فقط في 4 مباريات دولية التي فتح فيها المغرب أبواب التأهل للأدوار الطلائعية في بطولة كأس العالم للدول الإفريقية والعربية. وبرزت مؤهلات بادو الزاكي عالميا في بطولة كأس العالم، عندما استطاع أن ينقذ مرمه من هدف محقق إثر تسديده لنجم ألمانيا كارل هاينز رومينيك. وبفضل جهده ومثابرته المتواصلة استطاع أن ينال الإعجاب والتقدير، فأحرز جائزة أحسن لاعب إفريقي سنة 1986، وقد كان اسم بادو الزاكي متواجدا في إنجاز غير مسبوق في التقرير الذي أعلنه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم بدخوله قائمة أفضل حارس مرمى في العالم على مر التاريخ. احترف الزاكي بادو في نادي ريال مايوركا الإسباني وحقق معه نتائج جيدة، وكان أهمها التأهل نهائي كأس إسبانيا الأول مرة في تاريخ النادي سنة 1990، كما لمع الزاكي في الدوري الإسباني واستطاع التصدي لضربات جزاء أشهر لاعبي كرة القدم الدولي كالأرجنتيني سانشير والهولندي كومان. اختير كأحسن لاعب أجنبي في الليغا الإسبانية، كما أحرز لقب أحسن حارس مرمى في الليغا الإسبانية في سنوات 1986 إلى 1990. في عام 1991 قاد فريق مايوركا الإسباني لنهائي كأس إسبانيا، حيث تم اختياره عميدا للفريق في نفس العام.
ختام مسيرته الرياضية كحارس مرمى، قرر نادي ريال مايوركا في عام 1991 إقامة تمثال له في جزيرة مايوركا تكريما له واعترافا بعطائته وأخلاقه العالية في مسيرته. فترات الفريق النجومية لمدة تجاوزت 6 سنوات، وبذلك يعتبر الزكي أحد سفراء الرياضة المغربية الذين شرفوا صورة الأخلاق المغربية ككل في تاريخ الرياضة الوطنية.